بسم الله الرحمن الرحيم. اذا غندخل اليوم الفيديو الثالث ونتكلم على نبداو في الدروس ديال الجرامر. اذا في هذا الفيديو هذا غنحاول نخدم على الباس بيرفكت. هادو كلهم عندي في امتحان. عندي الباس بيرفكت اند سيمبل باست، وعندي كذلك الفيوتشر بيرفكت، ونحاول نخدم كذلك على الباسيف فويس. اذا الباس بيرفكت حتى هو من الماضي، سيمبل باست هو كاين الماضي، والفيوتشر بيرفكت يعني شي حاجه اللي غتحقق لي في واحد الوقت من هنا للمستقبل، والباسيف فويس هو المبني المجهول، المبني المعلوم. اذا غنبدا بشكل سهل. اذا غنبدا اول حاجه خصنا نكونوا دابا عارفين شنو هو سيمبل باست. اذا سيمبل باست الحوايج غنحاول نعطي اكزامبل، فوالا نعطي واحد الاكزامبل. مثلا كيف ما قلنا في الافيرماتيف باش كنعرفوا، كيكون مثلا نعطي واحد المثال ديال مثلا اي ترافلد يسترداي. اذا هنا سافرت البارحه. اذا هنا قلنا ديما كنعرفوا سيمبل باست بالفعل، اي هذاك الفعل ممكن يكون على شكل اما يكون ريجولار منظم، ولا يكون irregular اي غير منظم. اذا هكا باش كنعرف بلي ان هذا الفعل هو في الباست. كيف ما قلنا ملي كيكون عندنا نيجاتيف ديما كندخلوا didn't. اذا كنقول مثلا اي didn't travel، كنرجع الفعل كيف ما كان في الاول، كيبقى في الانفينيتيف فورم. اذا كنقول مثلا اي didn't travel yesterday. هنا ملي كيكون عندي كذلك في الانتروغاتيف حتى هو كندخل ديد، يعني كما قلنا البارح ان ديد اند ديدنت هما كلمات اللي كيدلوا على الباست. اذا في الانتروغاتيف طبعا كنقلبوا، فقط كنقلبوا، كنقول مثلا كنسول راسي ديد اي ترافل يسترداي مثلا. اذا ها انا دخلت هنا مثلا ديد، يعني مهمه جدا، هي اللي كتبين لي على انني كنتكلم على سيمبل باست. كذلك ملي يكون عندنا دبليو اتش كويستشنز ما علينا الا ندخلوا مثلا، نقولوا مثلا why did I travel yesterday. اذا كندخلوا WH question، لماذا سافرت البارحه. اذا هنا هادو هما العلامات اللي كيبينوا ليا بلي انني كنتكلم على سيمبل باست، واللي مهم جدا هو انني نحفظ الافعال المنظمه والافعال الغير منظمه، باش الا عطاوني شي فراغ نعمرو وكان كيدل على الباست غيعطيك الفعل ما بين قوسين، واللي ما قال لي عليك هو انك تصرف هذاك الفعل في سيمبل باست. اذا هذه هي لا فورم ديال سيمبل باست، غير فقط كتذكير باش ندخل نشوفو نقارنوه مع الباس بيرفكت. اذا هذا سيمبل باست. دابا غندخل نذكر كذلك لا فورم ديال الباس بيرفكت. اذا الباس بيرفكت بشكل موجز كيف ما قلنا البارح، هو عندنا في الافيرماتيف ديما كيتميز هاد الزمن هذا. مثلا كنقول يو هاد ترافلد يسترداي. اذا هاد الزمن هذا كيتميز بالكلمه اللي كتميزو هو هاد، يعني ضروري كنحط هاد، والفعل اللي تابعو خصو يكون عندي في الباست بارتيسيبيول. اذا هنا كاشاره هاد بلاس فيرب ان ذا باست بارتيسيبيول، يعني خصني نكون عارف كيفاش نصرف الفعل في الباست بارتيسيبيول. بالنسبة للنيجاتيف كنقول فقط عاوتاني هنا يو هادنت، كندخلها كنرجعها على شكل ولا يو هاد نوت باش نبين لكم مزيان. يو هاد نوت كتولي هادنت إلا جمعتهم. طبعا بلاس فيرب ان ذا باست بارتيسيبيول، إذا هنا كيكون ترافلد فور اكزامبل، اي هافنت، يو هادنت ترافلد، يو هادنت ترافلد. إذا هنا أنا باقي كنخدم بهاد هاد كإشارة واضحة على أنني كنخدم ب باس بيرفكت. وكذلك بالنسبة للانتروغاتيف طبعا هنا كنقلب كذلك، كنقول هاد يو ترافلد. إذا هاد يو ترافلد ها هي كذلك هاد، والفعل كيتحط في الباس بارتيسيبيول باش يبانوا الكلمات اللي كيدلوا على هاد لوطون هذا. وهنا كذلك في ال دبليو اتش كويستشنز ممكن كذلك نقول واي هاد، لماذا هي why had you for example travel. ممتاز. اذا هنا وصلنا عرفنا مثلا لا فورم ديال هاد جوج ديال الازمنه. اللي مهم بالنسبه لنا هو ان في الامتحان خصني نعرف وقتاش غنعمل سيمبل باست وقتاش غنعمل الباس بيرفكت، هذا هو اهم نقطه. اذا غير باش تعرفوا هذا الدرس هذا ديال باست بيرفكت والسيمبل باست فقط جا، علاش كنجمعوهم بجوج؟ لان في الجمله غيتجمعوا بجوج، كنجمعوهم بجوج فقط
لحقاش ملي كنتكلموا على مثلا الباس بيرفكت ديما كنقولوا الباس بيرفكت هو اكشن 1 كتكون هو الحاله اللي وقع الاول الا دخلناه مع مثلا سيمبل باست سيمبل باست كيكون كيتعتبر هو الحدث الثاني اذا كتسمى الاكشن 2 واخا اذا هنا وقتاش غنفرقوا ما بين هاد جوج ديال لي طون اللي اهم بالنسبه لنا هو اننا نفرقوا ما بين هاد جوج وقتاش غندير انا سيمبل مثلا وقتاش غندير سيمبل باست وقتاش غندير الباس بيرفكت هنا كاين واحد الجدول بسيط غنحاولوا نديرو باش نعرفوا وقتاش غنخدموا هاد مثلا الباس بيرفكت وقتاش غنخدموا سيمبل باست بشكل موجز غنحاول نعطيكم هاد الجدول هذا اذا هذا هو اللي غنركزوا عليه غنجيو مثلا غناخذوا الكلمات اللي كدل مثلا نبداو مثلا بالباست بيرفكت شنو هما الكلمات اللي غنشوفهم في الامتحان هما اللي غيقولوا لي هما الاشارات اللي غيبينوا لي واش نخدم الباست بيرفكت او سيمبل باست فوالا او سيمبل باست اذا هاد الكلمات هما كالتالي غناخذوا مثلا الباست بيرفكت عندنا في الباست بيرفكت as soon as هي بمجرد اذا عقلوا معايا ماشي مشكل نعرف دابا المعاني ديالهم لان الاهم عندي هو نخدم مثلا نعرف نخدمهم في الامتحان فقط اذا هنا عندي مثلا as soon as اذا شفتي هذه الكلمه ديما خص يكون حداها بلس past perfect عادي يجي وراها بلس simple past فوالا عندي كذلك هنا never عندي كذلك already عندي كذلك مهم until عندي كذلك just وعندي كذلك after ها اذا هاد الكلمات ضروري الفعل اللي غيجي وراهم خصو يكون متبوع فين في الباست perfect عاد نديرو simple past اذا هنا شنو هما الكلمات اللي مثلا كنتبعوهم ب simple past هي when by the time مثلا حتى هي مهمه جدا by the time وعندنا كذلك before اذا هنا هاد الكلمات كلهم خصهم يكونوا past simple past اذا الا بغيت نلخص القواعد حنا ما غنمشيو مثلا للمثال في الامتحان شنو غنلقاو مثلا غنجيو هنا وغنحاولوا اننا نلخصوا هاد القواعد هادو نحيد هادي ممكن نقولو الكولور ماشي مشكل الى نحاول نخدم به اذا لاحظوا معايا شوفوا كي غندير مثلا اذا هكا غتكون الجمله as soon as غتكون ديما بلاس الفيرب الفعل غيتصرف في الباست بيرفكت عاد غندير بلاس فيرب هو الفعل عاوتاني غيكون في سيمبل باست اذا هذه هي الطريقه عاوتاني غيكون عندي مثلا never تا never خص يجي حداه ضروري الفيرب في الباست بيرفكت والفعل الثاني الفيرب الثاني خص يكون في سيمبل باست وغنمشي نفس الطريقه ناخذ after تا هي after ديما كتكون بلاس فيرب ان ذا باست بيرفكت بلاس verb in the simple past اذا هنا عطيت فقط القواعد من هادوك اللي عندي يعني ممكن نديرهم كاملين ناخذ مثلا when بحال مثلا when ضروري خص يكون حداها الفيرب ماشي في الباست بيرفكت خص يكون في simple past فوالا simple past عاد بلاس فيرب مثلا في الباست بيرفكت الى خدينا مثلا كذلك before before تا هي خص يكون حداها الفيرب في simple past I'm sorry simple past
plus verb في past perfect. إلا لاحظتوا معايا أن عندي هنا جوج الأفعال، هذا الفعل الأول وهذا الفعل الثاني. هو في الامتحان ديجا كيكون عاطيك واحد، يعني إما أنت غتعمري أو غتعمرو simple past أو غتعمرو past perfect على حسب شنو عندكم هنا في هذه الكلمات هادو، يعني كيعطيك غير فراغ واحد. مثلا غناخذ شي مثال، عرفت هادي كي غندير نحيدها من هنا. ناخذ مثلا شي اكزامبل، هادي ما عرفتش كي غندير نحيد هاد الصفوريا من هنايا. جو بونس اوكين كولور، فوالا. اذا ناخذ الاكزامبلز، نخدم مثلا بيفور اند افتر. اذا كنجي مثلا هنا كنقول غنبدا مثلا بيفور. اذا بيفور ضروري الفعل اللي غنصرفو خصو يكون مثلا نقول انا قبل ما نمشي الناس كنغسل سناني. اذا قبل بيفور اي وينت تو باد. اذا ها هي الفعل الاول فين صرفته؟ صرفته في سيمبل باست، لحقاش القاعده كتقول لي ان خصو يكون في سيمبل باست. اذا بيفور اي وينت، اذا قبل ان اذهب الى النوم. اذا هذا هو الفعل ديال جو. جو هو هذا الباست ديالو، شتي؟ ها هو هذا جو، في الاصل كان جو وصرفته انا في سيمبل باست ولا على شكل went. اذا when I went to bed I had brushed my teeth. اذا when I went to bed، منين مشيت ولا قبل ما نمشي نعس كنت غسلت سناني. اذا هنا ها هو الباست بيرفكت. انا شنو درت هنا؟ طبقت فقط ديك القاعده اللي عطيتكم ديال مثلا before. ها هي before، ها هو الفعل الاول، ها هو في simple past، والفعل الثاني في past perfect. ناخذ مثلا after. اذا الى خدينا، نحاول نحيد لي سباس من هنا. supprimer لي سباس فوالا. فوالا. اذا ناخذ مثلا after ونعطي كذلك بها مثال. اذا نفس المثال، after يعني من بعد ما غسلت سناني مشيت الناس. اذا after I had brushed my teeth I went to bed. اذا نرجعوا مثلا after، ها هو قلنا after ديما خص يكون متبوع مثلا بالفعل فين؟ في past perfect. ها هو طلعنا لهنا، علقوها هو خصو يكون الفعل الاول في past perfect والفعل الثاني في simple past. ها شنو درت؟ اذا هكا خصني نكون كنحافظ هذا الطابلو مزيان باش ملي يعطيني كلمه من هذه الكلمات نعرف باللي انه كيتكلم لي على هذا الدرس، اي واش غنصرف هذاك الفعل في past perfect او في simple past بالاعتماد على هذه الكلمات اللي عطيتكم. وهذا هو الاكزامبل before and after. ممتاز. اذا نمشيو مثلا للاكزام، كيفاش غنلقاو هاد التمرين هذا في الاكزام؟ في الاكزام غنمشيو لواحد الامتحان، غنخرجوا من هنا وغندوزوا لواحد الامتحان. ناخذوا امتحان هذا ديال البكالوريا، نشوفوا بعدا هاد الدرس هذا كيفاش طريقه السؤال كتطرح به. اذا غنمشي اول حاجه، غتلاحظوا معايا غنمشي لهنا language، هذه هي النقطه المهمه، لان دابا انا كنخدم في هاد في هاد في هاد في هاد, في هاد القسم هذا ديال language. عقلوا عليها. اذا language غندوز مباشره من language، غنبقى نقلب علقة واحد الكلمه اللي كتميز، ها هما غنمشي هنا للسي، ها هي السي. اذا ها هي سي، put the verbs، لاحظوا معايا، ضع الافعال اللي بين قوسين في الشكل الصحيح.
اذا غناخذوا هذه هي put the verbs in brackets. اذا هنا ديما هذا السؤال كيكون على بهذه الطريقه هذه. انا دابا باش غنعرف باللي كاين الدرس ديالي هنا غنبقى عقل على داك الكلمات اللي عندي في داك الجدول. غنجي مثلا هنا وغنبقى ندوز نقول I'm sorry Peter I couldn't see you off when I got to the airport your plane already take off. ممتاز. اذا ها وين ها هي عندي عطاني وين اللي شفناها في الجدول. هاد وين قلنا بلي انها متبوعه بالسيمبل باست. مزيان ها هو صرف لي الفعل بالسيمبل باست get got. كما قلت لكم هو ما يعطيك جوج الفراغات هو غيعطيك فقط فراغ واحد. يعني اما هو غيعطيك سيمبل باست وانت غترجع الباست بيرفكت او غيعطيك الباست بيرفكت وانت غترجع السيمبل باست. ممتاز. اذا كيف ما قلنا مادام ان وين متبوعه بغوت اللي هو سيمبل باست اذا غنمشيو هنا نعلقهم هنا بشكل يعني عادي جدا انه مادام عطانا هنا السيمبل باست اذا احنا خصنا هاد الفعل هذا نصرفوه فين؟ نصرفوه في past perfect. اذا غنصرفوه في past perfect. اذا نهزو هاد المثال هذا ونحاولوا نخرجوه ديوه لعند ديوه فيما كنا كنخدمو. اذا هذا هو المثال ديال الاكزام نحطوه هنايا فوالا ونخدم عليه. إذا هي put the verbs in brackets in the correct form. إذا كما قلنا ها هو when ها أنا كيفاش كندير ناناليزي هذه الجملة. إذا عطاني when. ممتاز. إذا when أنا لا رجعت للدرس على القابل لأن كيتبع السيمبل باست ها هو ديجا عطاني مصرف. إذا إلا رجعت هنا مثلا لوين ها هي when. إذا صافي عطاني هو السيمبل باست. إذا شنو نفرض عليا ندير past perfect. هو ديجا عاوني وعطاني already ككلمة. إذا already كنرجع وكنلقى اللي مع already فين غيتصرف ها هي إذا already كتمشي مباشرة مع الباست بيرفكت. إذا شنو كنجي أنا كندير؟ إذا في الجواب ديالي كنقول إذا هنا هو عندك your plane. أول حاجة غتحط هذيك هاد هو الجواب. إذا نديرو الانسر. إذا أنا مفروض عليا دابا نحط الباست بيرفكت. إذا قبل ما نفكر أني نصرف الفعل خصني نحط بعد هذيك هاد واحد. هذيك أوريدي خصني نحطها في الوسط. هذوك الكلمات اللي عطيتكم إلا لقيتيهم غتحطهم في الوسط. ها هي أوريدي. دابا أنا غنجي وغناخد هذا الفعل ديال تيك. غنكون ديجا حافظ الفعل ديال تيك. غنكون حافظه في الباست بارتيسيبيو. الباس بارتيسيبيول ديال تيك هي تيكن. تيك توك تيكن. وغنجي وغنكمل باوف ديالها. اذا هذا هو الجواب على هاد السؤال. اذا عليه نقطه. اذا في هذه الحاله هذه هو ديجا كيف ما قلنا عطانا مثلا وين عطانا اشاره الاولى. اذا حددنا الفعل. اذا انا ما كنقول لك وين حدا سيمبل باس. اذا اللي بقى ديرو في الباس بيرفكت وزاد عطاك اشاره ثانيه اوريدي باش يقول لك فوالا راه خصك دير سيمبل ولا خصك دير الباست بيرفكت. انا كنحط هاد كنحط هاد الكلمه هادي ضروري اللي عطاها لي كنحطها في الوسط وكنجي هنا وكنصرف الفعل ديالي في الباست بارتيسيبيو اللي هو تيكن اوف. اذا انا خديت مثلا واحد المثال من الامتحان وكيفاش ممكن انه يتعطى لي مثلا في الامتحان فوالا. اذا انا شفت كيفاش الطريقه يعني في مثال واحد. فوالا. اذا كيف ما شفت في الامتحان ديالي نعاود نرجع ليه. اذا هذه هي الطريقه ها هو كيكون هنا. ولكن كيف ما قلت لكم لان اغلبيه ما كيعرفش مثلا واش من درس غيتكلم عليه. اذا مع نقولوا واش من درس هذا مطلوب منك انت غتكون ديجا حافظ هذا الجدول. هذا كتكون حافظ هذا الجدول ديال الفرق ما بين الباست بيرفكت والسيمبل باست وكتكون حافظ لي فورم ديال كيفاش نخدم كيفاش نبني جمله في السيمبل باست وكيفاش نبني جمله في الباست بيرفكت وكتخدم المسائل ديالك بشكل عادي جدا. فوالا. اذا دابا ننتقلوا للدرس
بحال غنقولو الدرس الثالث لان خدمنا جوج ديال لي طون هنايا. اذا هو الباس ام سوري فيوتشر بيرفكت. نذكرو بالفور بلا فورم ديال فيوتشر بيرفكت. اذا لا فورم ديالو خصني نكون عارفها دابا. اذا بحال كنقول مثلا يو ويل هاف مثلا ترافل. اذا شنو قلنا البارح؟ قلنا بلي ان باست ام الفيوتشر بيرفكت معروف بويل هاف بلاس فيرب ان ذا باست بارتيسيبيول. اذا هنا كنكتبوا ويل هاف بلاس فيرب باست بارتيسيبيول ديال بي البي بي كنكون عارفها وعارف كيفاش كيتصرف. اذا نمشيو مثلا النيجاتيف. في النيجاتيف غنقولوا مثلا يو ويل نوت هاف traveled. إذا دخلنا فقط العنصر واحد. عنصر واحد هو not يعني من أجل النفي ما بين will will have. إذا بغينا كذلك نطرحو مثلا سؤال في الانتروغاتيف فقط ما علينا إلا نقولو مثلا will and كنقلبو will you have traveled. فوالا إذا هنا ها هو عندي هذه القضية ديال will have لأن هي المميز هي الكلمة جوج كلمات اللي كيدلو على أنني كنتكلم على the future perfect right. WH question كنقولو مثلا why will you for example have traveled. Why will you have traveled. فوالا إذا هنا هي كيبقى عندي كذلك had will have المميز وكيبقى عندي WH question كذلك هنايا. إذا أنا كنكون أول حاجة فاهم لا فورم ديالو كنكون عارف كيفاش مثلا هاد لو طون كيتبنى. اذا كيولي عندي شكل سهل جدا. اذا المهم عندي دابا كيفاش غنديرلو في الامتحان او كيفاش غنعرفو في الامتحان. شكل سهل جدا. اذا شنو هما الحويجات اللي غنضبطهم؟ اعطيكم هنا هاد الريمارك. هاد الريمارك هي ديال الامتحان. شنو مثلا كيقول لك الا كان عندك الا بغيتي تعرف بلي ان هذا هو الدرس اللي مطلوب منك ها شنو غتلقى في الجمله. اذا غتلقى هاد الكلمات هادو ديما هاد الكلمات كيبداو باي. نبداو شويه بشويه كنقولوا باي دي اند اوف هي مع مثلا مع نهايه غتلقاوها مكتوبه ولكن الاصل هو ديك باي. فوالا اذا علقوا هاد الكلمات هادو لان هادو خصهم يتحفظوا باي دي اند اوف. المهم كلهم باي. باي نيكست باي جولاي يعني من هنا شهر 7 من هنا العام الجاي باي نيكست يير من هنا السنه القادمه سوف اكون قد من هنا السنه الجايه سوف اكون قد. باي جولاي باي فور اكزامبل باي 20th فور اكزامبل 24th باي نيكست مانداي by for example next month. اذا next month اذا هنا اش كيميز مثلا هاد الكلمات كيميزهم ديما عندك هاد باي شنو ما جا وراهم ماشي سقنا. المهم الاساس هو ان ملي كتشوف في التمرين عندك هاد باي غتعرف بلي انك مطلوب منك انك تخدم الفيوتشر بيرفكت. نعطي مثلا واحد الاكزامبل. اذا انا كنقول من هنا لشهر 7 ولا من هنا مثلا شهر 7 نكون ساليت الامتحانات. اذا كنقول مثلا باي دي اند اوف مع نهايه باي دي اند اوف فور اكزامبل جولاي اي ويل هاف فينيشد اول ماي اكزامز. اذا كيف ما قلت لكم هنا لاحظوا معايا ها هو ويل هاف ها هي ويل هاف وطبعا الفعل الثاني كيتحط في الباست بارتي باست بارتيسيبيول واخا. اذا نمشيو للامتحان عاوتاني ونشوفو. اذا نمشيو للاكزام ونشوفو شنو خصنا ولا كيفاش غنلقاو هاد الامتحان عاوتاني باش غنعرفوها. اذا حددنا هي عندك باي 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 غنمشيو نرجعو للامتحان ديالنا نرجعو حيت هذا كيكون ديما مع الباس بيرفكت كيكون مخلط معاه اما مخلط معاه اما مفروق عليه وصافي ممكن يكون واحد جوج او ممكن يكون ديالوغ كيف ما عندنا هنا. اذا غنمشي انايا وغنشوف هنا مثلا غنبدا نقلب غنقول اذا هنا ما عنديش don't worry I will try to when I come back. اذا هنا ما عنديش الفيوتشر بيرفكت
هدي ما عنديش الفيوتشر بيرفكت، ما عنديش. اذا غنعاود نرجع غنحاول نجيب انا جمله من عندي مثلا، كتلقى بهذه الطريقه هذه كيقول لك مثلا by next month، كيخلي لك الفراغ مثلا، كيعطيك مثلا هنا الفعل by next month، كيعطيك build، build هي بنى، by next month جون هنا نديرو موروكو، by next month موروكو، هنا كيخلي لك الفراغ وكيجي وكيعطيك مثلا build اي بنى، build هنا وكيعطيك مثلا three stay or three for example cities، يكون بنا ثلاثة المدن stadiums or cities، ممكن نحاول ممكن نبسط باش ما نصعبش عليكم بزاف. اذا هنا انا ديجا كنجي كنلقى هاد الاشاره هادي هي عندي هنايا ديال باي، فهاد الحاله هادي كنجي في الانسر في الاجابه ديالي، اول حاجه كنحط داك ويل هاف، هاي ويل هاف نحطهم بدا، كنجي كنحدد الفعل اللي عطاني هنا. اذا هاد الفعل هذا اللي عطاني هو build، في الباس بارتيسيبيول كنكون حافظه هي build. اذا فحال كنقولوا build، هاي build build build، فوالا وهذا هو الجواب ديالي كيكون على شكل build. اذا هذا هو الجواب ديالي will have built. اذا انا ديجا كنكون عارف باللي ان will have built كدل على الفيوتشر بيرفكت، عرفته فقط بهاد الحرف ولا بهاد الحرفين اللي كيدلوا على انني كنتكلم على الفيوتشر بيرفكت. طبعا غنشوف مثلا غنشوف ناخذ واحد، ناخذ دابا غير امتحان واحد، مثلا غنشوف امتحانات اخرين باش تبان الطريقه ونبانوا ونعرفوا مثلا كيفاش غنلقاوها في الامتحان. اذا هذه فقط هدف جزء من الامتحان طرف منه، كنديروا غا ويل هاف بيلت. اذا ويل هاف بيلت ملي كنرجعوا للفيوتشر بيرفكت فعلا كنلقاو ان ويل هاف بلاس الفيرب ان ذا باست بارتي باس بارتيسيبيول. اذا ها هما هنا جوج ديال الدور. هنا غنشير لواحد الاشاره بعض المرات ماشي ديما، غتلقاو سيمبل فيوتشر اي فقط سوف، غير سيمبل فيوتشر، وهاد سيمبل فيوتشر باش معروف ديما معروف بويل بلاس فيرب ان ذا انفينيتيف. نعطيكم مثال I will، شوف الفعل اللي وراه في الانفينيتيف ما كيتصرفش، I will travel، I will not travel، will you travel. طبعا هنا هذه نقطة مهمة، المهم عندنا هو أن الفعل اللي وراه ما غيتصرف، سوف أسافر، سوف لن أسافر، هل سوف تسافر. هنا في هذه الحالة هذه ما غتلقاوش ديك باي، ما غتلقاوهاش عليها. ما رجعت انا مثلا الامتحان هنا، ها انتم لاحظوا معايا هنايا شنو لقيت، خديت هاد بيتر، ها هي هو ديجا اصلا كيعطيك ديك ويل. هاد هي واحد الاشاره هنا باش نزيد نوضح لكم اكثر، هو ان هذيك ويل ربما تكون على هذا الشكل هذا، مثلا كنقولوا اي ويل، هانتي اي ويل كيجمعوها هما كتولي ال، هانت كيديروا هنايا بحال هكا ال باش ما تلفوش، لان عندنا هنا ال. غناخذوا هذاك ليكزومبل اللي عندنا، ها هو نحطوه هنا، ها هو بيتر هنا شنو دار، سهل، ها هو كتب لي ال اي ويل. اذا انا قلت لكم الا كان عندك هاد اي ويل ديجا عطاه لك هو، اذا راه كيتكلم لك على سيمبل فيوتشر، يا سوف اي المستقبل. هنا الفعل اللي وراه ما تصرفوا ما والو، كتخليه في الانفينيتيف. اذا هنا الاجابه ديالو ديال هاد هو الانسر، صافي اش قلنا، قلنا بلي ان ويل كيتبعها اي ويل تراي، هنا اي ويل تراي كتكمل نيشان تو ميت، ها هو الفعل في الانفينيتيف ما مصرفش.
I will try to meet. Don't worry. I will try to meet you when I come back. فوالا اذا هنا بحال اللي عندنا 4 ديال لي طون في الامتحان، ولكن هذا 99% ما كيكونش، يعني كيكون فيوتشر بيرفكت العوض هاد لو طون هذا، يعني 99% ما كيكونش. ولكن الاصل اللي خصنا نركزوا عليه هو فيوتشر بيرفكت، باست بيرفكت اند سيمبل باست. ننتقل دابا نخدم على الباسيف فويس، اي المبني للمجهول او المبني للمعلوم. نشوفوا هاد الدرس هذا ونمشي بشويه بشويه، اذا نفهم بعدا شنو مطلوب مني هنا. حنا في الاصل شنو عندنا؟ مي كنقولوا نبني المجهول نبني المعلوم، اي ناخذ واحد المثال، حنا عندنا جوج، عندنا الاكتيف فويس اي المبني للمعلوم، وعندنا الباسيف فويس اي المبني للمجهول. شنو مطلوب مني؟ بحال اللي كنقولوا مثلا هنا الاساسي هو ان غتلقاو ديما الفعل، الفاعل المفعول به اي بصيغه اس في او، هذا هو الترتيب ديالو. مي كنقولوا مبني للمعلوم اي عارفين شكون اللي دارو، كنعرفوا شكون، ولكن اللي مطالب منا في الامتحان هو ان نرجعوا المبني للمجهول، بينما ما عارفينش شكون. اذا شوفوا كي تقلب كيولي اوبجيكت بلاس فيرب بلاس سبجكت، سبجكت كيبقى هو كنديروا له باي وكيكون سبجكت، هاو باي سبجكت، عقلوا على ديك باي. اذا بالصيغه ديال اش، بالصيغه كيولي بصيغه او في اس. اذا كنبداو بالمفعول به والفعل، عاد كنديروا الشخص اللي قام بهذا الفعل. اذا هنا كيف ما شفتوا معايا في الاول، نزيد نوضح اكثر بخط كبير. اذا مشينا بالصيغه ديال اس في او، الفعل فاعل مفعول به، ولكن ما نحولوه غيولي عندنا الاو المفعول به اس ام سوري الفعل، وعاد الشخص ديك باي كدير باي، وعاد كتقول لنا شكون اللي قام بهذا الفعل هذا. ممتاز، هذه اول حاجه خاصها تكون عند، يعني ماشي اول حاجه، هذه كنعرف مثلا شنو هو المبني للمعلوم، اي كنعرف شكون اللي قام بالفعل ها هو، ولكن هنا مبني للمجهول ما كنعرفش شكون اللي قام بالفعل. انا في الامتحان مطالب مني ندوز من هنا الاكتيف فويس ندوز للباسيف فويس، انا دابا فقط فهمت غير شنو لا فورم ديالو. ندوز للنقطه الثانيه، النقطة الثانية هذا الشيء خصو يكون عندي قبل ما نبدا نخدم الدروس ديالي وما نخدم الدرس ديالي. هنا خصني نكون كنعرف كيفاش نحول الضمائر، شوفوا معايا مزيان. إذا عندي رول بروناونز، ملي كتشوفوا ملي تسمعوا البروناونز هما الضمائر. إذا البروناونز، إذا في البروناونز أشنو كنديروا؟ دابا هنا في هذه الحالة هذه غنعطيكم طريقة كيفاش غنحولوا البروناونز، نعطيكم واحد الجدول. شوفوا معايا هنا شنو باش مطالبين نتوما، مطالبين بأنكم لا ما كاملاش هادي، خصني نزيد. إذا ها باش مطالبين، مطالبين أنكم دوزوا من الضمائر الشخصية personal pronouns لاش الاوبجيكت برونونس. فوالا ما يمشي مشكل التسميات، غنجيو مثلا هنا وغنتعلمو كيفاش نحولو هادشي باش تجيكم امور سهله. الى لقيتي اي مي غتوصل لديك باي، هنا غتولي مي باش تعرفوها. الى لقيتي يو كتبقى كذلك يو، الى لقيتي وي ولا نكملو بهي كتولي هيم، لقيتي عندك شي كتولي هير، لقيتي وي كتولي باي اس، لقيتي عندك ذي كتولي باي ذم، لقيتي عندك مثلا ايت كتبقى باي ايت. فوالا ما كتحوش. ممتاز، هذه النقطة الثانية.
دابا عندي الجدول ديال التحويل اللي عندي، اذا غنزيد الجدول ديالي. كيفاش غندير مثلا؟ اذا نحاول ما امكن باش نديرو، غنبدا في الباسيف. دابا غنبدا نحول من الاكتيف للباسيف. غنجي مثلا هنا، ها هو دابا نخدم من الاكتيف، ها هو الاكتيف فويس، اكتيف اكتيف اند باسيف فويس. فوالا، اذا غنحول نشوف الطريقه كيفاش ندير واحد الجدول باش نوريكم كيفاش غديروا التحويل. غنجي هنا ناخذ باج بوحدها وندير الطريقه ديال التحويل ديالي. اذا ها هو من الاكتيف للباسيف. اذا هنا غنحتاجوا تنسز، غنحتاجوا لي طون عاوتاني، يعني غنبقاو تابعيننا. ايوا، اذا دابا غنبداو عاوتاني بالسيمبل بريزنت. اذا شنو غندير في حاله الا كانت الجمله عندي في السيمبل بريزنت؟ انا غنعطيكم واحد الاشاره باش تعرفوا شنو هو السيمبل بريزنت عاوتاني. اذا ها هو غيكون الفعل اما في الانفي نيتيف، اما غيكون الفعل كيساليب اي اي اس، اما غيكون الفعل كيساليب اي اس، اما غيكون الفعل كيسالي باس، اما غتكون داك دو، اما غتكون داك دونت. هادو كاشارات بلي انك كتكلم على سيمبل بريزنت، يعني اغلبيه التلاميذ خصو يحرف بلي ان هذا كان سيمبل بريزنت داك الساعات. انا غنعطي مثال وغنبين. غنجي مثلا هنا وغنعطي واحد المثال جمله سيمبل بريزنت وشوفوا كيفاش غندير نحولها. اذا هنا دابا كنخدم على شنو؟ كنخدم دابا على الاكتيف. باش من نبغي نحول غندوز للباسيف. هادو الجمل. دابا انا بديت بلوطون الاول. نعطي الجمله ديالي مثلا، الجمله ديالي غناخذ مثال واحد وغنبقى نخدم عليه. غنقول مثلا شي writes letters. هي اي مؤنث تكتب القصص. لاحظوا معايا، ها هي او اس. اذا هذه دلاله على انني كنتكلم على شنو؟ على simple present. ممتاز. she writes letters. ها هو هذا subject verb object. اذا انا دابا في الاكتيف. هلا هو مطالب مني في الامتحان انني ندوز للباسيف. شنو قلنا الباسيف؟ الباسيف كيمشي بالصيغه ديال او في اس، اوبجيكت فيرب. انا اش كندير؟ هو في الامتحان ديجا كيكون عاطيني هذه، شوف كيكون عاطيني الليترز، انا كيكون عاطيني لوبجي. انا باش نوضح لكم اكثر، كيكون ديجا عاطيني هذاك لوبجي كيبدا لي به الجمله. ها هي الليترز. اذا هذا هو الاوبجي. اذا انا دابا كنفسخ هادو. شوف، اذا إلا كان عندك الجملة في simple present شنو غدير في القاعدة؟ بعدا قبل نديرو القاعدة، هي R. غنجي هنا وغنديرو R. هي R. إذا في القاعدة غتكون عندك إما is ولا are، هي مهم هادشي، plus verb اللي خص يكون في past participle. هذه هي القاعدة في حالة إلا كان عندك فين؟ في simple present. إذا هو دابا ديجا كيكون عاطيني letters. ها أنا عنبدا، خصني دابا نرجع لهنا. كنشوف عند هاد letters عندها S. إذا مادام عندها S ما غتكونش is. إذا الجمع، إذا غندخل R، ها العنصر الأول، ها هو R. ممتاز. نشيل هذا الفعل في البي بي. الفعل فين هو؟ هو رايت. ها هو غنشوفه في الباست بارتيسيبيور، هو ريتن. غندير باي. شنو قلنا؟ هذيك باي ضروريه، ماشي ضروريه ولكن خصك ضروري من الاحسن ديرها. ها عندنا شي، قلنا شي شنو غتولي في الطابلو الفوق؟ غتولي باي هير. اذا هنا قلنا تكتب الرسائل، هنا قلنا الرسائل تكتب من طرفها. هذه هي القاعدة. واخا ندوزو دابا لسيمبل باست. نعطيو شي دلائل على ان سيمبل باست. ها هو
إما تكون عندك plus ed إما تكون عندك irregular إما يكون عندك مثلا irregular verb إما يكون عندك did مهم هذوك إشارات بسيطة لأنك تكنسي بالباس ممتاز أنا أخذ نفس المثال she wrote letters هذا الروت هذا لاحظتوا ما كيشبهش لهذاك الفوقاني هنا لحقاش هذا في البريزنت هذا في الباست كنكون حافظ بلي ان الماضي ديال الروت ديال الرايت هو ريت فوالا اذا شنو هي القاعده ها هو الرول ديال السيمبل باست سهله هي was ولا were plus verb in the past participle فوالا was or were plus verb in the past participle هو ديجا عطيني letters ها هي كتكون مكتوبه هنا عاوتاني كنحدد ديجا عندي هنا s اذا غندير الجمع هو were كيف ما ورتكم في الفيديو الاول هي were كناخذ الفعل ديالي هذا هو في الباست participle كيولي were written by her فوالا وكنكمل present continuous علاش قلنا هذيك المره ان لي طون مهمين باش كنعرفوا البريزنت كونتينيوس كيكون فيه از ولا ار ولا اي ان جي نعطي مثال شي از رايتين ا ليتر ها هو عندي الاشارات شتي كنقول اذا هذا باست ام سوري هذا البريزنت كونتينيوس شنو هي الرول ديالو الرول ديالو هو از على حسب الجمع او المفرد ولا ار بلاص العنصر الجديد اللي كيدخل هو بيينغ plus verb in the past participle إذن في هذه الحالة هو كده كيكون عاطيني letters كلمة الأولى letters هي الجمع are being وكان ناخد هذا الفعل ديال write كنكون عارفه في past participle هو written by her فعلا هي are written by her هلا مشي عاوتاني نشوف past continuous باش كنعرف الباست كونتينيوس كتكون فيه اما was ولا were وكتكون فيه حتى الاي ان جي كاشارات مثال she was writing كانت تكتب رسالات she was writing letters اذا القاعده اش كتقول اذا كان عندك الباست كونتينيوس كدير اما was ولا were plus being plus verb in the past participle إذن هنا كيكون ديجا عطيني letters يعني الأوبجي letters كنقولو were being written هاي الشيء إذن letters الجمع were being written by her فوالا إذن نحفظ غير القواعد يكونوا عندي غير القواعد مزيانين وكنعرف نصرف الأفعال ما يبقاش عندي حتى شي مشكل في هاد الدرس هذا واخا نمشيو دابا present perfect present perfect شنو قلنا في present perfect يكون عندي اما have ولا has فوالا عقلوا عليها كيكون فيها have ولا has اذا كنقول مثلا she has written letters اذا هنا ديجا الفعل كيكون مصرف في الباست بارتيسيبيول اذا في الرول كتكون has ولا have على حسب الجمع او المفرد plus been شوفوا العنصر اللي كيدخل هو been plus verb in the past participle اذا هنا كندير ديجا letters have been علاش درت have لانه جمع هو عندي s have been written by her فوالا اذا ها هو طريقه ديال passive ديال هاد ديال present perfect واخا نكمل ندوز دابا الباست perfect past perfect كيكون معروف باش بهاد اذا في هذه الحاله غنعطي مثال كنقول she had written letters اذا هنا في الرول في القاعده كنقول had plus been plus verb in the past participle اذا في هذه الحاله اش كنقول عاوتاني كنقول letters كنحط ديك had ونحط ديك been ونصرفها وكيكون ديجا هنا مصرف
لأن قلت لكم perfect يكون ديجا مصرف have been written by her. فوالا ندوزو دابا هالقاعدة ديال past perfect. ندوزو دابا simple future. simple future كيكون معروف باش will ولا شوفوا will ولا طيب نركزوا على will. هنا كنقولوا فوالا كيكونوا هما جوج في الاصل will ولا going to. لقيتوا هذه الكلمه هذه going to plus verb. انا غنعطي جوج ديال الامثله احسن باش نزيدو نوضح هنا going to plus verb. فوالا اذا انا غنعطي مثال كنقول مثلا في اللغه الانجليزيه ممكن نقول plus verb. اذا غنجي هنا وغنقول مثلا she will write letters او كتكون على الشكل she is going to write letters. فهاد الحاله هذه في الار يعني كيف ما جات كتكون will كدير will plus be plus verb فين في الباست participial. ولا الا جاك بالطريقه الثانيه غدير going to plus be plus verb في الباست participial. فوالا اذا غنعطي الاجوبه. اذا هنا غنجي مثلا وغنقول مثلا letters will be نصرف داك الفعل ديال write في الباست participial هي written by her. اذا ها هي will be written by for example her. هنا كذلك غنجي غنقول مثلا letters are علاش لحقاش عندي الجمع are going to be written by her. Are going to be written by her. فوالا شنو مازال ليا؟ مازال ليا المودل فيربس مهمين جدا. غنحاول ما امكن نعطيكم كذلك طريقه ديال التصريف ديال المودل فيربس. يعني مثلا الا جاوكم هاد الكلمات في الامتحان من المفروض كذلك انك ترد معاهم مثلا ترد معاهم البال. فوالا اذا غناخذوا مثلا المودل فيربس كل وحده وحده بوحده. اذا ويل الى عندي ويل لا هذيك ويل يلا خدمناها دابا اسمحوا لي نبداو بالاولى. اذا الى كانت مثلا عندنا بالنسبه للمودل فيربس غنحاولوا ناخذوا كان هنا في القواعد كتولي كود مثلا. اذا عقلوا معايا نمشي وحده بوحده. اذا كان كتولي مثلا على شكل could must كتولي هنا have to اما have to ولا had to بجوج اللي بغيتي. فوالا اما have to او مثلا had to. الا كان عندي مثلا هنا شوف باش ما نتلفكمش بزاف انا نعطيكم القاعده بشكل عام. الى عندي مثلا المودل فيربس ها انتم شوفوا معايا باش نهنيكم من الاحسن نهنيكم بطريقه سهله. شوفوا معايا الى لقيتوا هذه الكلمات هادو وود ويل بحال ويل فيها جوج بحال بحال ساعات دخل هذه كان could should may might shall have to must should كلهم هنا في الار غنزيد لهم plast هيا plast be صافي. اذا هنا غتولي would be will be can be could be may be might be صافي. المهم غنزيدو لهابي نحاول نعطي مثال باش نوضح كثار نزيد نوضح مثلا كنقول مثلا she must
write letters. فهاد الحالة هادي غنجيو غنقولو she must write letters. إذن هيا غناخدو letters. هيا must شغنزيدها must be. غير باش نكمل هنا راه حتى هنا خص الفعل بلاس verb in the past participle باش ما تلفوش. إذن غنقولو letters must be written. فوالا letters must be written. إذن هادو هما المودل فيربس فقط عاد تزيدو حداهم ديال القاعده ديالهم هي بي بلس فيرب ان ذا باست بارتيسيبيول. اذا نعاود نرجع للقواعد هنا باش نحددهم. اذا القاعده الاولى القاعده الثانيه على حسب الزمن اللي عندك. هذه القاعده الثالثه كذلك هي هذه القاعده الرابعه كذلك هي باش توضح لكم لان خصكم تحفظوهم. هذه كذلك هي القاعده ديالها past perfect القاعدة ديالها وهذا كذلك عندنا هنا will بيتا هذا القاعدة ديالها وهذه ممكن يكون عندك model verbs. إذن إلا حفظتي ذاك القواعد وكنتي كتعرف تحدد هادوك لي طو إذن كتسهل المأمورية ديالك كتسهل. ناخذ دابا الإكزام نعاود نرجعو للامتحان ديالنا للهي وناخذو نشوفو واش عطاونا شي وحدة. إذا أنا كما قلت لكم إذا غنجيو لهنا فوالا إذا غناخدو هادي ها هو نهزوه من الامتحان كوبي. شوفوا معايا هنا ها هو عطاني هنا كيف ما قلت لكم كيعطيك ديجا هو كيعطيك ديجا السبجيكت ها هو جا وعطانا هاد المثال هذا شتي. إذا وخلنا الفراغ هنايا هنا كيقول لك rewrite أعيد كتابة the sentences الجمل التي تبدأ بالكلمات التالية. إذن هنا لاحظتوا معايا هانتم هنا هذا هو music schools. إذن هذا هو الأوبجي هو كيكون ديجا عطيك الأوبجي هو الأوبجيكت. إذن أنت شنو خصك دير؟ خصك دير الفعل بلاس باي كيف ما شفنا هنا بلاس سبجيكت نتبع الطريقة هذه. اذا نعطي انا دابا الانسر ديالي نعطي الجواب ديالي. اول حاجه قبل ما نعطي الجواب هاي نكتب على الانسر ها هو الانسر. اول حاجه خصني نحدد الفعل لان الفعل هو اللي غيبين لي هو الشود فوالا هي الشود. اذا هاد الشود فين داخله كنطلع كنكون حافظ ديك الطابلو ديالي كنقول شود اذا في المودل فيربس ها هي الشود. اذا غنهز هاد القاعده هادي هي اللي غنخدم بها هي كوبي هاي القاعدة ديالي غتكون بهذا الشكل هادي كنكون انا ديجا عارف كيفاش نخدم فوالا هاي كولي ممتاز. اذا غنبدا في الانسر ديالي نكتب هاي ميوزيك سكولز. اذا ناخذ داك الشود هاي الشود نزيد كما قلنا عليها بي وناخذ الفعل الفعل كيكون حدا الشود ها هو شتي. اذا should be كنكون حافظه في الباست بارتيسيبيول هو given should be given should be given وكنكمل هاد لابارتي كنكمل عليها هنا فوالا الا لقيت شي زياده two children تنكمل بعدا two children عاد كندير by وكنرجع في الاول شنو عندي هايا هنا ما عنديش ديك هي ان شي اند ايت وديك تخربق لما كانوش كنحط ديك الكلمه اللي كاين تما كنهز داك سكولز كنقوم كنكتب باي سكولز فوالا. اذا هنا انا خرجت مثلا هذا المثال ديالي. اذا children should be sorry music schools الاغاني المدرسيه يجب ان تعطى الى التلاميذ من طرف المدرسه. اذا ها هي هنا should هو اللي حدد لي. اذا في القاعده ديالي عندي ديال بي ديال model verbs هو should هذيك be والverb هو في past party past participle. إذا حاولوا أنكم تراجعوا هاد الدروس مزيان. دابا راه تقريبا خدمنا 6 ديال الدروس يعني بحال نقولوا 5 ديال الدروس مهمين جدا وعطيتكم دي زيكزومبل هنايا وحاولوا تركزوا عليهم مزيان ونلتقيو في الفيديو إن شاء الله الجاي. ميرسي بوكو.